بحضور العديد من الوجوه الدرامية السينمائية والاجتماعية، انطلقت الدورة الخامسة لمهرجان الأفلام اللبنانية ألميس على مسرح كازينو لبنان، واللي شهد توزيع العديد من الجوائز الخاصة بالأفلام المرشحة، واللي تخطى عددها الستة. كان تم توزيع الجوائز خلال الحفل عن أكثر من فئة. الفيلم The Insult كان بالنسبة لي أنا كممثل هو أطف لثمار 40 سنة من وقت دخلت على معهد الفنون لوقت اشتغلت. But honestly, Joel and Ziad, Jihan, Hadi, Sophie, everyone who's nominated, I share this with you. It's an honor to be in the same category with you. Thank you so much. And I look forward to celebrating together. اللي هو شريكي، يعني صار لنا 13 سنة بنشتغل سوا وبين أحلى الأشياء صارت بحياتي. فشيء عظيم إنه عم تكرم ببلدنا من بعد ما برمنا ورحنا على فيستيفالات كتير كبيرة وتكرمنا فيها برا، فأنا كتير فخور اليوم عم تكرم هون.